تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال مرحبا بكم مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. إذن يا أطفال في كل مرة نتكلموا على أيام عالمية هذه الفترة هذه يصادفها اليوم العالمي للاجئين يوم 20 جوان. 20 جوان هو اليوم العالمي للاجئين. على بالكم يا أطفال باللي في العالم كاين بزاف الناس لاجئين يعني نظرا للحروب نظرا لعدة أشياء في الدول نتاعهم يروحوكم ريفوجي يعني لاجئين لدول أخرى. وعلى بالكم أكبر قارة اللي فيها اللاجئين هي قارة إفريقيا قارة إفريقيا. إذن نتوقفوا هذا اليوم باش نضامنوا مع هذه الفئة هذه وإحنا ماذا بنا كل إنسان يعيش في وطنه معزز مكرم لا لاجئ ولا مشرد يا أخي. إذن نتوقفوا في هذا اليوم باش نضامنوا معهم. تحبوا الألغاز؟ إذن ما هو الشيء الموجود في كل شيء؟ ما هو الشيء الموجود في كل شيء؟ إذن فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا اللي قدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز باش يربحوا معنا هدية قيمة بهذا الشكل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية يا أطفال. بما أننا في شهر التوبة والغفران شهر رمضان نستضيف أنا وياكم محمد اللي جانا باش يتلو علينا آيات بينات من الذكر الحكيم. إذن تفضل محمد تفضل. السلام عليكم يا أطفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شكرا. برافو 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 برافو. إذن صدق الله العظيم ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن وإحنا في هذه الفترة على ليلة القدر ليلة 27 درنا لكم هذا التزيين هذا وكامل وكان مفاجأة للأطفال راح نكامل ندير لكم الحنة من بعد احتفالا بليلة القدر ليلة 27 ليلة 27 كذلك نختنوا فيها الأطفال وكامل. عندي مفاجأة لكم هي أغنية خاصة بالختان بالطهارة. قبل هذا راح نستضيف إيناس باش ديرنا نبدا تاريخية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تفضلي إيناس. تحية لإيناس. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن نؤي بن غالب بن فهر وبن مالك وبن نضر. أمه فاطمة بنت أسد الهاشمية ولد في 13 من شهر رجب عام 23 قبل الهجرة أي في 17 مارس من عام 599 ميلاديا في مكة المكرمة.
تشير الدراسات التاريخية أنه ولد داخل الكعبة، وعلي بن أبي طالب من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنه أحد أفراد آل البيت، وهو أيضا رابع الخلفاء الراشدين. أسلم علي بن أبي طالب وهو في مقتبل عمره وقبل الهجرة النبوية إلى المدينة، وكان هو ثاني الأشخاص الذين اعتنقوا الديانة الإسلامية، وكان أول الصبيان أيضا. وانتقل من مكة المكرمة إلى يثرب بعد هجرة الرسول عليه السلام بثلاثة أيام، وذلك بعد أن استلم رسالة من أبي واقد الذي كان يعمل رسولا لدى الرسول عليه السلام تأمره بالهجرة. يعود أول فدائيين للرسول في تاريخ الإسلام، كما أن الرسول كلفه بإعادة كل أمانة لصاحبها، حيث كان أهل قريش يدعون أمانتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج فاطمة بنت محمد عليه السلام، فكانت الزوجة الوحيدة في حياته، أي أنه لم يتزوج غيرها. وتذكر العديد من الروايات أن زواج فاطمة من علي كان بأمر من الله سبحانه وتعالى، حيث تولى الصحابة في طلب يدها، ولكن الرسول ردهم جميعا إلى أن جاء أمر الله وأنجب منها صبيين وهما الحسن والحسين، وبنتان وهما أم كلثوم وزينب. توفي في 21 رمضان من سنة 40 للهجرة، أي في 28 فبراير من 661 ميلاديا، رحمه الله. شكرا 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 إناس. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من الخلفاء الراشدين كذلك، وتوفي في شهر رمضان اللي رانا فيه. واش رايكم دركا نجيبوا إناس ديلكم الحنة كامل، وعمو يزيد يغني لكم أغنية الختان الطهارة. هذا اليوم ختنتوا، يلا تفضلي إناس تفضلي. تفضلي، شكون اللي يجي يساعدك؟ تعالي 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 أروحي يا أطفال، بالواحد تجوا لهنا ديروا الحنة وعمو يزيد يغني لكم. إذن ابدأ، تفضل تفضل، أروح دير الحنة. وليدنا مبروك عليه هذا الليلة اختمتو، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو، بيدنا رسول الله. هادو ناس ومعه جيرانو حضروا له وتلموا بيه، حضروا له وتلموا بيه، يلا نزهو ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه، بالهدايا نباركوا ليه. هادو ناس ومعه جيرانو حضروا له وتلموا بيه، حضروا له وتلموا بيه، يلا نزهو ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه، بالهدايا نباركوا ليه. وليدنا مبروك عليه هذا الليلة اختمتو، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو، بيدنا رسول الله. الشدة جات عليه بطربوش وزيد برنوسو، بطربوش وزيد برنوسو، كيما اليوم فرحنا بيه إن شاء الله نفرحوا في عرسو، إن شاء الله نفرحوا في عرسو. ديك الشدة جات عليه بطربوش وزيد برنوسو، بطربوش وزيد برنوسو، كيما اليوم فرحنا بيه إن شاء الله نفرحوا في عرسو، إن شاء الله نفرحوا في عرسو. وليدنا مبروك عليه هذا الليلة اختنتو، الله الله الله، ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو، بيدنا رسول الله.
ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد ربي خلي هاد الوليد يستروا يحفظوا من العين ربي بارك فيه ويزيد ربي بارك فيه ويزيد ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد ربي خلي هاد الوليد يستروا يحفظوا من العين ربي بارك فيه ويزيد ربي بارك فيه ويزيد وليدنا مبروك عليه هاد الليلة طهارته الله 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 ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرته ديرنا رسول الله وليدنا مبروك عليه هاد الليلة طهارته الله الله يلا يا البنات زغرتوا حبيبنا رسول الله برافو 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 شكرا 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 يا أطفال يا أطفال دركا نعيطوا العمو نسيم اللي جانا من مدينة شرشال في ألعاب الخفة يلا عمو نسيم تفضل إذا رحبوا معنا عمو نسيم تفضل عمو نسيم تفضل مرحبا بك يا أطفال حكاية النمر والأرنب يلا معايا يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية النمر والأرنب واحد النهار الأرنب خرج من الدار خرج من الدار يلعب يمشي ويلعب هكذا ويقطف الأزهار ويأكل الحشيش وكامل ما نسى روحه راح بعيد كي يمشي هكذا صاب قطيع قطيع تاع حيوانات تاع ثيران دي طورو الحق عندهم هكذا قالوا له شكون انت قالوا ما تعرفونيش قالوا ما انا نمر شافوه باللي ماهوش خايف قالوا ما انا هو النمر يداروا لبعضهم قالوا بالك هذا هو النمر بس عمرهم ما شافوا النمر قالوا بالك هذا هو النمر خافوا منه راحوا بعد زاد يمشي 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 هكذا ما طاح في قطيع تاع غزلان قالوا له شكون انت قالوا انا النمر او تخلعوا هذا النمر هو ما شافوش النمر بس غزاله كي تشوف النمر باش ياكلها يعني مره ما تشوف النمر قالت بالك هذا هو النمر
راحوا خافوا راحوا تاني. وبعد قاعد يمشي هكذا هكذا دايما ما يخاف حتى من واحد يجوز عليهم نورمال. واحد النهار جاز على واحد الحيوان جاز عليه هكذا وهذاك الحيوان تخلع. كيفاش هذا الارنب ماهوش خايف؟ بعد جاز عليه هكذا قالوا اسمع اسمع. قالوا نعم. قالوا شكون انت؟ قالوا ما تعرفنيش. قالوا لا لا. قالوا انا النمر. قالوا النمر. بعد قالوا روح روح. قالوا تعرف النمر كاش داير؟ قالوا لا لا. قالوا انا هو النمر. قالوا انا هو النمر. قالوا تحت مع النمر دركا خاف هكذا. قالوا انت كيفاش تسمي روحك النمر هكذا ما تخافش؟ قالوا انا يما يما اللي سماتني النمر. قالوا نروحوا عند يماك دركا. اداها معاه وراحوا للدار. النمر والارنب هذاك خايف كي لحقوا للدار قالها سيدتي انت يا خافت هذيك يمات الارنب كي شافت النمر خافت. قالها ما تخافيش ما تخافيش. قالها انت كيفاش تسمي ولدك النمر؟ قالها كيفاش ما تخافيش ما تحشميش. قالت له سميته النمر لانه ما كانش حيوان اجمل منك باش نسمي ولدي عليه. سما فرح هو كشاف روحو سما قال انا جميل وكذا. ايه عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه ان حب الام لا حدود له. برافو 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 برافو. اذا يا اطفال صفقوا على بوبي. الام دائما تحب تشبه ابنها تقولوا يا الغزال ديالي يا النمر ديالي. يعني الام دائما تشبه ولدها باحسن حاجه في الوجود هذا لانها تحب ولدها. يا اخي اذا حب الام لولادها ما عندوش حدود. يلا يا اطفال عجبتكم الحكايه؟ اذا درتوا الحنة كامل كامل. اذا واش نقولوا لإيناس؟ الله يعطيك الصحه. شكرا إيناس وميليسا. اذا يعطيكم الصحه. شكرا شكرا شكرا. تفضلوا شكرا تفضلوا. برافو. تصفيق تصفيق عليهم. بما اننا في شهر رمضان حبيت تكتشفوا معايا لاروسات اللي داروها لنا اليوم نور الهدى وياسمين. رايحين يطيبوا لنا حاجه خفيفه باش كي تروحوا للدار تعاونوا الاولياء نتاعكم. شكون اللي يعاون في الدار الاولياء تاعو كي يطيبوا؟ برافو 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 برافو. اذا يلا نكتشفوا مع نور الهدى وياسمين هاد لاروسات. إذن رحبوا معايا بنور الهدى وياسمين. مرحبا. إذن نور الهدى واش وجدتوا لنا اليوم؟ اليوم عندنا تحلية بالحليب. تحلية بالحليب؟ بسم الله نبدأ بالمقادير. عندنا كاس حليب بارد عامل و50 غرام بودرة شانتيي و50 غرام تاع فلان. إيه؟ وللتزيين عندنا هادو مع فيرميسال وشوكولا. فيرميسال وشوكولا داكور. نبداو طريقة التحضير. إذن واش نديرو الأولاني؟ نحطو الحليب. لازم يكون بارد باسكو كان ما يكونش بارد ما نقدروش نطلعو يعني لا شونتيي. بارد في الفريجيدار بارد. أوكي بارد. نضربوه بالباتور. نضربوه بالباتور. حوالي زوج ثلاث دقائق. زوج ثلاث دقائق نضربوه. هيا ساعديها ساعديها. هذه باش تطلع على الشونتيي. هذه المقادير شحال من شخص؟ شحال؟ حوالي أربعة. أربعة تاع الناس. تسمى أنا وأنتي وياسمين ومعنا واحدة أخرى. المخرجة مالي. حبوا التحلية يا أطفال؟ لي فلون وكامل. حبوا ها؟
انتبهوا باش تروحوا اليوم كامل تجيبوا هذه التحليه. مش سهله، واش درتي في الحليب و بودر شونتي والفران هذا والفيرميسال وشويه حليب رامي. شحال درنا حليب رامي؟ كاس؟ كاس. نديرو الفلون. اوكي يلا ونخلطو، نخلطو باليد. ها ودوك نزيدو نحطو نطلعو بالباتر. يقولك الشاف خلاص المساعد يحبس. زين اوكي. اوكي ومن بعد نديرهم في الفريجيراتور. الفريجيدار شحال من ساعة؟ من 3 أو 4 سوايع. 3 أو 4 سوايع. والفيرميسال حتى يخرجوا. اه اوكي. ونقدروا نديروهم دوكا بصح من الاحسن كي يخرجوا. والكاس تاع المخرج وين راه؟ قلت لك انا وانت وياسمين برك خلاص مخرج ما كاش. خلاص نعرضوه للدار يلا. وهادو نحطوهم في الفريجيدار 3 أو 4 سوايع. وانا كنت موجوده من قبل باردين. داكور داكور. يخرجوا هكذا باردين. هايلين. كيفاش نزينوهم؟ نديرهم هكا طبقة من الفوق، طبقة من الفوق تاع الفيرميسال. نقدروا نديروا حاجة أخرى؟ لا لا. يعني كل واحد تزيين كل واحد وش. برافو 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 برافو. إذن شكرا شكرا هدى، شكرا ياسمين، يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. شكرا يا اطفال. لحقنا الفقره دركا اللي تجوا لهنايا تحكوا لي نكت ولا حكايات جميله. شكون اللي يجي يحكي لي نكته؟ شكون اللي يعرف نكته؟ تعال تعال اروح اقعد. واسمك؟ فازيل. فازيل وين تسكن؟ في الدوار. الله يبارك. واش بسنه تقرا؟ في الجامعه. في الجامعة مازال ما دخلتش تقرا في المدرسة؟ ايه. يا تعكر، احكي لنا الحكاية تاعك. كان واحد النهار الشادي فوق الشجرة، واحد الراجل فوقه فوق الشجرة حتى جا يقلع البانو الشادي طاح الراجل. كي جا يقلع الشادي البانو طاح الراجل. الله يبارك الله يبارك. شكون اللي يحكي لي؟ تعال تعال تعال. واش هو هذا وليدي؟ هذا هدية؟ هدية نعم. لمن؟ لعمو يزيد. شكرا، زيد وحدة؟ شكرا، اقعد اقعد اقعد. عاد نشوفوا هاد الهدية مع عند هاد الشاب هذا الجميل. من كيدان محمد عبد الرؤوف؟ من كيدان محمد عبد الرؤوف من شيشار إلى عمو يزيد. نشوفوها نروح لأصدقائنا. يلا. شوفوا الهدية. شوفوا شوفوا يا اصدقاء شحال جميله، جميله هديه من مدينه شرشال، جميله جدا 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 جدا. شكرا 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 وليدي. بوبي خبيها لنا في الدار. شكرا وليدي وسلامي لكل الاهل. سلام لكل الاهل. شكرا شكرا. تفضل تفضل. شكون عنده حكايه؟ تعال اروح تعال. هاي واسمك؟ يوسف. يوسف واش راك يوسف؟ تحب عمو يزيد؟ عمو يزيد تاني يحبك على بالك. الله يبارك. عندك حكايه تحكيها لي؟ واش من حكايه؟ تاع القط. القط احكي لي. القط ايه القى وهرب بعيدا الى الفأر فأر فأر حتى طرق هذيك ثم دخل فيها وجات ثعلبه دات
ايه الفأرة هرب هرب وبعد القط كان يجري مرة هكذا ايه من بعد الحق عليه ولا لا لا أنطاروا علي ودخل في الثومة وجاءت الثعلبة أخذته إلى أولاد الثعلبة ايه طبعوا 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 حتى استيقظ القط خبشوه وضربوه ومن بعد هرب ولا ما جت أم الثعلبة رمته في الغابة رمته في الغابة وخلته في الغابة وجت أمه أم القط دته للمنزل جو أصدقاء القطات حتى أعطوه جي حتى أقول له جي شرب برافو 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 وليدي برافو إذن يا أطفال ما هو الشيء الموجود في كل شيء تعرفوه ما هو الشيء الموجود في كل شيء تعالي بنتي روحي روحي تعالي بالك واسمك بنتي شيماء شيماء وين تسكني بوسماعيل واش هو الجواب الهواء الهواء لا لا ما هو الشيء الموجود في كل شيء تعالى تعالى واسمك وليدي سيف الدين سيف الدين وين تسكن بالجزائر في العاصمة واش هو الجواب الشيء الموجود في كل شيء هو الأرض لا 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 تعالي بنتي تعالي أرواحي تعالي واش راكي بنتي لاباس الحمد لله مرحبا بك واسمك هدى شتات واش هو الماء لا لا ماشي الماء الشيء الموجود في كل شيء تعالي تعالي ميليسا واش هو الريح لا لا ماشي الريح تعالي يعني حاجه نوجدوها في كل شيء الاسم الاسم برافو فوالا واسمك بنتي نيهال وين تسكني بوزريعة في بوزريعة روحي نعطوك الهدية تاعك اعطيني الهدية تاع الشاطرة هادي اعطيني الهدية تاعها برافو برافو بوبي برافو اذا عمو يزيد الشاطرين اللي جاوبوا على اللغز يعطيهم هدية اذا هي عبارة عن قبعة تحميك من أشعة الشمس الضارة مع عمو يزيد وكذلك عندك سيدي من حق الطفولة فيه 22 أغنية وعندك نبولات غوز نبولات مع عمو يزيد غوز فوالا تفضلي بنتي تفضلي العفو 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 بنتي العفو يا أطفال في كل حصة نستضيف الطفل نحتفل معه بعيد ميلاده واليوم عندنا عيد ميلاد ريتال تعالي بنتي تعالي روحي عيد ميلادها نحتفل معها بعيد ميلادها احنا نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها تعالي بنتي عيد ميلادك احلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهل أمرا ونعيشوا أحلى الأوقات نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها
نصفق ونغنيله وجمال هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذا الرتال عمو يزيد شعلك الشمعة ديالك إذا العد التنازلي ثلاثة اثنين واحد برافو 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 إذا أعطيني الهدية تاعها إذا ريتال عمو يزيد يعطيك شهادة لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في ظرف جميل هكذا وأنتم كذلك يا أطفال كامل كي تخرجوا كل واحد عنده الشهادة ديالو يديها كذكرى باش يعلقها في الدار يا أخي وبما أنك بعتينا خمس قسيمات من علب حليب رامي رامي راعي البرنامج يقدم لك هدية اللي هي طابلات إن شاء الله تستفادي بها بنتي إذا أنتم تاني رسلونا بخمس قسيمات على علب حليب رامي على صندوق بريد 42 ألف ستوالي الجزائر العاصمة مرحبا بكم إذا حبيتوا تفرحوا معنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت نحبكم يا أطفال لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد